مطار أبو ظبي هذه هي تحدي للمجتمع الدولي بشكل كامل، وفي إطار الحوار بين اليمن وبين الدول الأخرى والالتزام بقوانين وأعراف منظمة الأمم المتحدة للوصول إلى السلام، الحوثيون تجاهلوا كل ذلك ويعيشون تحت شعار الحرب. والأكثر من ذلك بأنه هذه العملية هي عملية وضيعة، وأيضا استهدافهم لمطار أبو ظبي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة والتي يترأسها رئيس دولة الإمارات الشخص المعروف والذي يعرف بطيبته، ودولة الإمارات هي شريك استراتيجي لدولة روسيا، فهذه زعزعة للأوضاع في كل الإقليم وتؤثر بشكل سلبي على الدول المجاورة أيضا، وهذه الدول التي تريد إعادة بناء اليمن. لذلك نحن في روسيا بشكل صارم نندد بهذه الهجومات وبهذه العمليات، وأنه سوف نعمل كل ما في وسعنا لكي لا تتكرر مثل هذه العمليات، وأنها تعتبر جريمة ضد الإنسانية. توجد هناك ضحايا بين المواطنين المسالمين، وهذا أمر لن تسمح به روسيا. سيد سلوسكي، يعني من هنا نتساءل عن الدور الروسي في الملف اليمني. طبعا روسيا مهتمة بالتواجد في منطقة الشرق الأوسط ونراها متواجدة في الكثير من المناطق. ماذا عن الملف اليمني؟ ماذا عن اليمن؟ وما هو الدور الذي ينبغي أن يتم لتحييد الانتهاكات الحوثية؟ روسيا لديها رؤية جديدة وميثاق جديد للوضع الأمني في منطقة الخليج العربي، وروسيا كانت ودائما وسوف تواصل أن تضع قسطها وتسخره في هذا الإقليم المهم جدا بالنسبة لروسيا، لكي يعم ويستتب الأمن والاستقرار في هذه البلد. والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة قبل كل شيء شركاء مضمونون لروسيا، أكان ذلك في المجال السياسي أو في المجال الاقتصادي أيضا، وفي المجال الإنساني وفي مجال التعاون الثقافي أيضا. وبلا شك أيضا الجهود التي تبذل ضد المجموعات الإرهابية، أيضا هناك وحدة حال ووحدة نظر في هذا المجال، وندعم بلا شك كل هذه الجهود. وبلا شك ضد أنصار الله، ضد هذه العملية، الحوثيون يجرون ويقومون بحرب لا معنى لها ولا مبررات لها، ويسمون أنفسهم بأنهم جزء من اليمن. بحقيقة الأمر الحوثيون يفعلون كل ما في وسعهم لزعزعة الأوضاع في هذا البلد وليجرونه إلى حافة الكارثة للإنسانية. ومرة أخرى نحن ندعو الحوثيين لكي يتوقفوا عن هذه العمليات غير الإنسانية، وأن يتوقفوا بشكل كامل، وسوف نفعل كل ما في وسعنا من أجل استتباب الأمن ولكي يعيش الجميع ضمن الأعراف الدولية وضمن قرارات الأمم المتحدة، واتخذت قرارات أيضا من قبل المملكة العربية السعودية ومن دولة الإمارات لحلحلة هذه الأمور وللحوار قبل كل شيء. ما يخص هذا الهجوم على أبو ظبي، مرة أخرى أعود إليه وأريد أن أشدد بأننا نرحب بجهود رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والصديق والشريك ومحمد بن زايد النهيان أيضا لجهوده في استتباب الأمن وحسن الجوار مع كل الدول المحيطة بلا استثناء. ونحن ندعم
هذه الجهود الرسمية من قبل أبو ظبي أيضا مرة أخرى لهذه العلاقات الوثيقة والوطيدة والتي تزرع من قبله في هذا الإقليم والتي يجب أن تجلب أكلها أيضا بعد ذلك. فنحن نكرر ونقول بأن هذا الهجوم وهذا لا يعتبر إنسانيا. ونحن في روسيا نكرر ونصرح من جديد بأننا نندد بهذا الهجوم وهذه التصرفات ونعرب عن تعازينا الحارة لذوي الذين قتلوا أثناء هذا الهجوم الإجرامي. وسوف نتعاون مع دول الإقليم ولدينا هناك شركاء مضمونين وحلفاء استراتيجيون في هذا الإقليم، وسوف نفعل مجتمعين معهم لاستتباب الأمن. وروسيا